والله هو اولا عشان انتوا بتسجلوا معايا اه ومحمد قالها ان طبعا مفيش مبرر للايه للقتل. للقتل دي اول حاجه. تمام. وتاني حاجه نقول ايه، الله يرحمك يا ايه يا نيره يا نيره. ملامح بقى محمد محترم. ملامح محمد الانسانيه، هو شاب طيب زي في شباب كتير قوي زي محمد. علاقته شاب طيب. لا محمد 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 عمره مثلا ما جاب لنا مضاربه مثلا، يعني خناقه، عمره مثلا ما اتخانق مع واحد زميله، عمره ما اتخانق مع حد في الشارع. تعرف انت كده المناوشات اللي ما بين الاخوات، اللي هي انا عايز اتفرج على الفيلم ده وانا عايز اتفرج على الماتش، بس هو ده اللي كان النرفزه اللي تبقى في البيت، الحاجات اللي هي الايه اللي احنا كلنا مرينا اللي كلنا مرينا بيها واحنا صغيرين. انما مثلا اتضارب مع حد، شرب حاجه، بيعرف حد وحش، لا بصراحه والله لا. علاقته بوالدته بر بوالدته، لا علاقته بوالدته طبعا عمره يعني. عمره طبعا ما ضربها وكده، و زي ما هم قالوا يعني أيوة. زي ما هم قالوا لا 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 والله عمره احنا ما نسمحش. هو في حد ابن اختي يضرب اختي؟ ابن اختي يضرب اختي واسكت؟ يعني ما كانش في خلافات ما بينه وما بين والدته؟ لا الخلافات ده كانت بسبب الموضوع ده. يا يعني محمد ابعد خلاص بقى، كل واحد في حاله وخلاص، وهو بقى ما اعرفش ايه اللي كان ايه يعني مزعله. يعني والدته نصحته كتير ان هو يبقى؟ انا نصحته يعني يعني نصحته جامد، ووالدته نصحته، وكل اخويا نصحه، واحمد نصحه، كلنا نصحناه. يعني اتوقع ان محمد يوصل ليه الامر ان هو يا فندم والله احنا قلنا ان مفيش مبرر للايه للقتل. والله يرحمها نيره برضه، بس احنا عمرنا ما لفظ كلمه قتل دي حصل. والله كنا ايدناه وحبسناه. وفي حد يضيع مستقبل ابن اخته ويسيبه كده وهو سامع منه كلمه هعمل مثلا ولا؟ والله كنت بتقول لمحمد في السجن يعني. انت دلوقتي لما قلت لك مثلا ان ايه كان في تهديدات بتجيله، انا قلت لك كانوا بيهددوه بالقتل؟ لا طبعا لا، ما كانش اللي هي التهديدات اللي كان اياميها ايام الوصل. يعني انا بتكلم لا يا فندم احنا دلوقتي بنسجل ما فيش صوره، فاحنا ايه عايزين نرتب الكلام. التهديدات اللي كانت ايام الوصل اللي انا عرفت بيها موضوع الوصل، لا مش تهديدات قتل في الفتره دي، مطالبات ابعد عن بنتنا وخلاص وعدم تعرض يعني. يعني لا، ولا احنا كنا بنهدد بقتل، ولا هم كانوا بيهددوا بقتل وقتها، وقت الايه الخلافات. محمد انت كنت في الثانوي بتقول يا دكتور؟ والله انا كنت متوقع في ثالثه ثانوي، بقول لك انا ما عرفتش هو في كليه اداب الا بعديه، الا في الترم الاول بعد ما خلصه. انا بحسبه في تجاره، لان انا زعلت لما ما طلعش طب. يعني انا زعلت يعني ايه، قعدت هم شهرين ثلاثه كده عقبال ما الترم خلص. انا ما اعرفش هو ازاي اتحول، متضايق. انا متضايق ان هو ما دخلش طب، فما سالتش يعني. بحسبه تجاره، كل الشباب بيطلع بالمجموع ده بيخش تجاره، فقلت هو اكيد تجاره. فوالدته بقى قالت لي، فرحتني بقى يعني، رجعت لي الامل شويه ان محمد لا ده دخل اداب ومتفوق، وعملوا له حفل التكريم ومش عارف ايه وكده. محمد هو داخل القفص الحديدي، كنت بتتقبل الصوره دي ازاي؟ انا ما بصيتش على اي، بص حضرتك انا من ساعه الجريمه ما حصلت او الحادثه انا ما شفتش اي حاجه خالص، اي صوره، ولا لمحمد ولا لنيره ولا لاي حد.